هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنعمل مع بعض صابون البقدونس. لو تفتكروا احنا عملنا قبل كده كريم البقدونس وطلع ناجح جدا وبيدي تبييض في ساعتها، فبنفس الطريقة هنشتغل برضو بمية البقدونس. البقدونس طبعا غني جدا بالفيتامين سي، فبالتالي بيحفز على انتاج الكولاجين. الكولاجين اللي هو بيجدد من شباب البشرة وبيقضي على الخطوط الرفيعة والتجاعيد. وكمان عايز اقول لكم على معلومة مهمة، البقدونس كمان غني بفيتامين كاف، ففيتامين كاف مع فيتامين سي بيضيع الهالات اللي حوالين العين. بس ده مش موضوعنا بالنسبة للصابون ده، احنا الصابون ده عاملينه علشان يفتح الاماكن الحساسة والاماكن الغامقة والكلف اللي في الجسم، فعشان كده احنا عملناه. علشان نعمل الصابون ده انا هشتغل على مية البقدونس تمام زي ما عملت في الكريم بتاع البقدونس. خدت حزمة من البقدونس وحطيت عليها كمية يعني كبيرة اكتر من اللي انا محتاجاه من الماء المقطر، حطيت عليها 500 جرام ماء مقطر عشان اشتغلت على حزمة كبيرة. وزي ما انتم شايفين كده الحزمة، انا يعني بشتغل على الحزمة بالورق بالعود بكله زي ما هو، بس طبعا بيكون مغسول كويس جدا قبليها ومتنشف وكل حاجة، وبحطه في الخلاط بتاعي واضربه بقى يعني ضرب كويس جدا 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 كتير، يعني مش عايزة فيه يبقى فيه اي حبحبة خالص، عايزة يكون ناعم جدا جدا جدا، مش عايزة يكون فيه حتت كده. فيعني ضربته حاجة بتاعت 10 دقايق في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، حد لما بيكون يعني زي المية. ومش هكتفي بكده، زي ما هتشوفوا كمان شوية ان انا ايه هصفيه كمان. عايز اقول لكم على حاجة، ما ترموش بقى التفل اللي هو بعد ما نصفي البقدونس ده، ما ترميهوش، ده حلو جدا لو حطيتيه كده زي ما هو ماسك كده حوالين العين والوش، جميل جدا جدا جدا. انا كان عندي واحدة صاحبتي زمان لا يمكن ابدا ان هي تخش تنام قبل لما تفرم البقدونس ده وتدعك بيه وشها، فعلا وشها كان حلو قوي ومنور كده وما كانش فيه لا حبوب ولا فيه خطوط ولا اي حاجة خالص. شايفين كده انا بمصفة ضيقة بصفي، واللي هيفضل ده انا اعمل بيه ماسك الوش مش هرميه. شايفين؟ بعد لما صفيه تماما هحطه بقى ايه في قوالب. انا لقيت ان قوالب التلج بطلع منها التلج بصعوبة، فعندي قالب سيليكون صغير قوي بتاع صابون صغير كده، فقررت ان انا احط فيه عشان اقدر ان انا اطلع العصير البقدونس المتلج بسهولة من غير ما اتعذب بقى واضطر اقعد ارزع في قالب التلج والحاجات دي، يعني سهل على روحي شوية. بملى كده وهسيبه بقى براحته بقى في الفريزر خالص لحد لما يتلج، يعني ممكن محضرينه بقى من قبلها بليله كده عشان ما يكون متلج تماما، عشان ما يسودش مع هيدروكسيد الصوديوم، هو ده يعني عشان كده احنا بنتلجه. يعني هبتدي بقى دلوقتي اخلط الزيوت على بعض. انا هنا دول 300 جرام من زيت الزيتون، الزيوت كلها انا جايبها من مصنع الابكي، 300 جرام من زيت الزيتون. انا كنت جايبه من عندهم كده جيركن كبير كده مليان زيت زيتون عشان ايه اعمل بيه صابون براحتي، يعني كميه كبيره يعني زي ما انتم شايفين كده. طبعا زيت الزيتون جميل قوي في الصابون الطبيعي، تقريبا ما فيش صابون طبيعي بيخلى من زيت الزيتون.
اضيف عليهم زيت جوز الهند، زيت جوز الهند خدت منه 100 جرام، وزيت جوز الهند بيكون مسؤول عن التنظيف، يعني تنظيف وبيدي رغوة حلوة قوي في الصابون كمان. خدت منه بالظبط 100 جرام. انا بوزن هنا كله على بعضه علشان ايه ما نضفش حاجات كتير يعني. فايه زمان كنت بوزن الاول وبعد كده بروح ضيف قدامكم خلاص، لكن دلوقتي لقيت ان اسهل لي ان انا اشتغل على الميزان كده قدام الكاميرا عشان ما اوسخش حاجات كتير. هضيف عليهم بقى بعد كده بقى ايه زي ما هتشوفوا دلوقتي 100 جرام من زيت النخيل. زيت النخيل ده هو المسؤول عن الصلابة، يعني انا هنا بشتغل كله على بعضه بثلاث زيوت بس، وثلاث زيوت اساسية متوفرة فيش بس غير زيت النخيل هو اللي مش موجود في قطاع غزة او فلسطين، مش موجود عندهم. بس اللي مش عنده بقى يرجع لحاسبة الصابون ويحط زيت بداله بقى ويعدل في الوصفة على حاسبة الصابون. لان طبعا نسبة المية المقطرة وهيدروكسيد الصوديوم بيتغير لما انتوا بتغيروا الزيت او بتغيروا كمية الزيت او اي تغيير، لازم ترجعي لحاسبة الصابون. هنا دلوقتي انا معايا 190 جرام من عصير البقدونس، وده بديل الماء يعني بديل الماء المقطر، يعني لو هعمل صابون عادي مش صابون بقدونس هستخدم ماء مقطر بس. والسبب زي ما قلت لكم ان احنا بنجمده علشان ما يتحرقش مع هيدروكسيد الصوديوم. لو حد مثلا طلع عنده الكمية اقل من 119، لو في مثلا 2-3-4-10 ناقصين عوضوهم بالماء المقطر. يعني شايفين زي ما انا بعمل كده في مثلا جرامات بسيطة ناقصة فبعوضهم بالماء المقطر، ميجراش حاجة. هبتدي بقى ايه اضيف فوقيهم هيدروكسيد الصوديوم، بس زي ما انتوا شايفين طالما دخلنا بقى في هيدروكسيد الصوديوم لازم نبقى لابسين النضارة ولابسين الكمامة وكل حاجة. هنا انا بضيف 73 جرام فاصلة واحد من هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم لما بينزل طبعا على العصير على عصير البقدونس المجمد بيبتدي ان هو ايه يدوبه. بنزل بقى بكل نقطة علشان ما يغير ليش في الموازين بتاعتي. لو تلاحظوا ان انا يعني احنا طبعا عشان في الصيف فزيت جوز الهند ما كانش مجمد، فانا ما احتجتش ان انا ايه اسخن الزيوت ولا اي حاجة، وهشتغل كله بقى في درجة حرارة الغرفة، يعني حتى لما هيدروكسيد الصوديوم ده يدوب المكعبات التلج دي هيبقى كله في درجة حرارة الغرفة. بصبر بس عليها بشويش كده، بقلب تقريبا بسيطة علشان عشان كله يعني يدوب. واهم حاجة لما يدوب وانزل فيه فوق الزيوت زي ما هتشوفوا ان انا هشتغل من خلال المصفى، عشان لو لا قدر الله يعني قشرة واحدة من القشور دي ما دابتش ما تعورش حد ما هو بيستعمل الصابونة، لان هي لو ما دابتش دلوقتي مش هتدوب بعد كده في الزيت. يعني هنا هي الحمد لله دابت تماما. ابتدي بقى ايه انزل كده بشويش من خلال المصفى. أأمن حاجة تدوبوا فيها هيدروكسيد الصوديوم أنا اكتشفت
حاجة كده ألومنيوم ستانلس ستيل يعني أقصد. هنزل بقى من خلال المصفى الضيقة زي ما انتوا شايفين كده على طول. الاستحلام بيتعمل التصبن يعني. شايفين هنا في حتتين مش عارفه باين ولا لا في الفيديو، حتتين قشور ما دابوش، دول بشيلهم على جنب بقى خلاص. وايه ابتدي اقلب كده تقليبه بسيطه. هنا في المره دي محتاجتش ان انا اشتغل بالهاند بلندر لان هو على طول حصل التفاعل ده اللي هو التصبن يعني. انا هنا في الوصفه دي انا مش مستعمله سوبر فات ومش مستعمله عطر، بس ان هو ايه صابون علاجي يعني. بقلب كده كويس لحد لما الزيوت كلها تتصبن. وانا هنا مش محتاجه خالص ان اشتغل بالهاند بلندر، اللي عايز يشتغل بالهاند بلندر يشتغل بالهاند بلندر، بس مش عايزه يتقل اكتر من كده عشان انزل بيه بسهوله في القالب. شايفين بمنتهى السهوله كله اتصبن. تعرفوا منين ان هو اتصبن؟ زي ما قلنا طبعا في مليون فيديو ان هو لما يعمل كده زي المهلبيه كده على الوش اهو. شايفين تقل خالص. هبتدي بقى ايه ان انا انزل في القالب بتاعي. اشتغل المره دي بقى في قالب سيليكون، بس القالب بتاعي نوعيته مش حلوة خالص، فزي ما انتوا شايفين كده يعني ما عمرش قوي يعني. اضطريت ان انا امسكه بمشبك لان هو بي بي بيقفل على بعضه كده، بس مع مهم النتيجة في الاخر. انزل شوية شوية هنا. الصابون بتاعي على فكرة ما يعني ما مسكش من تاني يوم، استنيت عليه حاجة كده بتاع 3 4 ايام، وفي الاخر اضطريت ان انا ايه علشان اطلعه من القالب عشان يطلع يعني من غير ما يتكسر وكده، حطيته في الفريزر نص ساعة وبعد كده طلعته. دي بتبقى طريقة حلوة جدا عشان تضمنوا انه القالب يطلع سليم، ان انتوا تحطوه نص ساعة قبل لما تبتدي ان انتوا تقطعوا. هنا بقى حطيته نص ساعة زي ما اقول لكم، وابتدي ان انا اقطعه عشان ايه يطلع معايا سليم. كل واحد طبعا يظبط التخانة اللي هو عايزها. انا بحب الصابون تخين زي ما انتوا عايزين، اللي عايز يعمل الصابونة نص كده ما يجراش اي حاجة. شايفين ده شكلها، بس دلوقتي هي متلجة، هوريكم بعد ما هتفك هيبقى شكلها عامل ازاي.
هنا ده لسه متلج برضو. هنا بقى تاني يوم شايفين ده اللون بتاعي جميل جدا جدا جدا. وطبعا هنا انا هسيبه لمدة شهر واسبوعين قبل لما استخدمه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش ان انت تعملي سبسكرايب لو مش عاملة سبسكرايب، وتفعلي الجرس وتسيبيلي لايك.